الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما بالكم من الأجر إذا صليتم عليه؟ رأيكم من الأجر ماذا تظنون؟ لكم أن الله يكفر عنكم سيئاتكم ويرفع درجاتكم ويكثر حسناتكم، وهو يصلي عليكم جل وعلا، ورسوله يصلي عليكم وهو يرضى عنكم ورسوله يرضى عنكم. فما أردتم من خصوصية في قربة هي في الصلاة عليكم وسلم. قال: يا أخي كل هذا؟ قل: نعم، لأنها جمعت خصوصيات العبادات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في العبادات كما هو رواية الطبراني وغيره، قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أي ما هذه منهي عنها يعني. أما الكفارات قال: فإسباغ الوضوء عند الثمرات، أي في الوقت الكالي، وقت من البرد والشدة، وإذا أنت تتوضأ تصبر على الوضوء صباحا بيد الصلاة تصلي لله يا إنسان، هذا من الكفارات. إسباغ الوضوء عند الثمرات في الحديث آخر عند الكريهة. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، بعد ما تصلي تنتظر الصلاة الثانية يكفر الله عنك من الذنوب كذا وكذا. قال: ما هو كل هو الأصل الجلوس وراء الصلاة، أصل الجلوس على حسب جلوسك وراء الصلاة يكفر الله عنك، هي كفارات. وقال: ونقل الأقلام إلى الجماعات، تمشي إلى جماعة فيها عبادة، فيها علم، فيها قال الله تعالى، فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها قرب إلى الله. تمشي مشي وخطوك هذا ومشيتك لك في كل خطوة تخطوها يكفر الله عنك ذنبا. نقل الأقلام إلى الجماعات. قال: وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس نيام، يعني ترفع الدرجات، ترفع الدرجات إلى الله على حسب الإخلاص، درجات فوق درجات درجات يبعد تصل معلوم. قال: وأما المنجيات، أي خصيرة تنجي. قال: فأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، العجل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. العدل في الغضب والرضا، وإذا اشتد الحال الغضب معك تنهي بالذنب تضرب زوجتك تقتل بنتك إلى آخره، لا العدل في الغضب والرضا. أو يرفع الناس سب وشتم مطلعات وحال إيه دخل النساء في الموضوع يا إنسان، وخرجت الديار وكل مشان شارع إلى آخره. يا إنسان قل لي بسيرك الطلعات حرام حرام، هذا ظلم كبير. الحاصل العدل في الغضب والرضا، قاصد توصف في الإنفاق في الفقر والغنى، خشية الله في السر والعلانية. ما يكون قدام الناس تخشى الله، لكن إذا خليت وحدك ما في خوف من الله. قال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هي مهلكة لصاحبه، شح مطاع بخل، بس الله لا يشد إلا بخل أسود. ايه ايش خبر يا انسان؟ ليش الشح هذا؟ هوى المجتمع ما بتبقى يشتغل بكل هواء، اعجابه برايه بنفسه، معتد بنفسه، انه هو فهمان، يقول له في فهمان غيرك كمان يا انسان، واذا كان كل واحد يقول انا فهمان، باكلها عم تعالى على الثاني، معناه كل واحد صار كور على الثاني. اذا يا انسان هذه مهلكات، انفذ للحق حيث مكان الحق. اذا هذه درجات، هذه كفارات، وهذه منجيات.